السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا في خطوة جديدة في طريقنا الآن للمعلومات. الخطوة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن الأوثنتيكيشن وخدنا ثلاث بروتوكولات من بروتوكولات التحقق اللي هو الأوثنتيكيشن، يعني خدنا بروتوكول الباب وخدنا الإس باب وخدنا الشاب. وقلنا يا شباب إن التحقق مهم جدا لأن الأنظمة والبرامج والمواقع الإلكترونية لابد من إنها تتحقق من هويتي الرقمية علشان بعد كده تمنحني التصريح أو التفويض اللي أنا أستحقه. طيب الخطوة ديت هنستكمل كلامنا عن التحقق، لكن قبل ما نستكمل كلامنا نحب نفكر إن التحقق عندي ثلاث أنواع. التحقق بيتم بثلاث أنواع، خلي بالكم ما نلخبطش بين طرق ونوع. احنا اتكلمنا عن طرق التحقق اللي هو شيء يعبر عنك او شيء تعرفه او شيء تملكه، صح كده؟ ودي كانت طرق التحقق، لكن انواع بقى التحقق، انواع مش الطريقة اللي بتحقق منك، لا النوع. النوع عندي برضو ثلاث انواع، اول نوع هو التحقق بخطوة واحدة، تاني نوع التحقق بخطوتين، ثالث نوع التحقق باكثر من وسيلة تحقق. اول نوع احنا خدناه الخطوه اللي فاتت اوريدي اللي هو التحقق بخطوه واحده، اللي هو ايه؟ اللي هو انت مين؟ انا فلان. طيب اتحقق منك ازاي؟ والله الباسورد بتاعتي اهي، او انت مين؟ انا سي من الناس وادي بصمتي اهي. فهي وسيله واحده فقط بيتم من خلالها التحقق منك، ادي اول نوع. تاني نوع لو حبيت ان انا ارتقي بالامان بتاعي لدرجه اعلى، بتحقق منك بخطوتين، ليس فقط، لا اكتفي بخطوه واحده، اتحقق منك بخطوتين، بيسموه في الانفورميشن سيكيورتي تو فاكتور اوثنتيكيشن. احفظوا ده كويس او اتعلموه كويس، تو فاكتور اوثنتيكيشن يعني التحقق بخطوتين، اللي هو هنتكلم عنه في الخطوه بتاعتنا ده، واللي بيتم من خلال بروتوكول شهير جدا. طبعا هم البروتوكولات كتير، لكن البروتوكول اللي معانا النهارده شهير جدا، حضرتك وحضرتك وانا وانت وزيد وعبيد وكل الناس بتستخدمه. طالما دخلت العالم الرقمي بتحصل على خدمة، اكيد بتستخدمه. لو عندك فيسبوك، لو عندك تويتر، لو عندك جيميل، لو عندك حساب في البنك، فانت لابد ان انت تكون بتستخدمه. لكن انت بتستخدمه ما كنتش عارف اسمه ايه او آلية عمله ازاي. تعالى علشان ما نطولش وقت الفيديو ناخده كده سريعا، وخلي بالكم هناخده عملي كمان علشان نشوفه كده بيتم ازاي. تمام، اوكي. اسمه ايه؟ اسمه الـ OTP. ده من انواع ايه؟ من انواع التحقق بخطوتين، اللي هو بيسموه second factor او two factor authentication. OTP اختصار ايه؟ اختصار one time password. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باسورد لمرة واحدة فقط. يعني ايه برضو المرة واحدة فقط؟ يعني صلاحيتها مجرد ما دخلتها، صح؟ انتهت. احنا الباسورد بتاعتنا ممكن نستخدمها فترة معينة زمنية قد تطول او تقصر. يعني مثلا في ناس ما بتغيرش الباسورد بتاعها لمدة سنة سنتين، او طبعا ده مش صح. لابد ان انت علشان تكون اكتر امانا لازم الباسورد بتاعتك يعني ماكسيمم 45 يوم وتغيرها، اوكي؟ تمام. هنا بقى الباسورد ديت بتمنح ليك لمره واحده فقط، يعني مجرد ما انت بتستخدمها صلاحيتها انتهت. تمام؟ اسمها OTP اللي هي وان تايم، حتى من اسمها كده، باسورد لمره واحده فقط. نوعها تحقق بخطوتين. يعني ايه الكلام ده؟ تعال بقى علشان نفهم يعني ايه، تعال ناخده بشكل عملي. تعال مع بعض كده ندخل على الحساب البنك بتاعنا. احنا دايما يا شباب بنقول حسابات البنكية، الحسابات البنكية، وبندي امثلة لانها من المفترض تكون المواقع البنكية اكثر امانا من المواقع التانية، صح كده؟ لانه فلوس رايحة وفلوس جاية وارصدة وحسابات، فلازم تكون اكثر امانا. طيب تعال عشان ما نطولش نروح نعمل ايه، نروح على حساب. طيب ده البنك اللي انا الاكونت بتاعي عليه، اوكي؟ احنا داخلين نعمل ايه يا شباب؟ داخلين نتحقق او داخلين نشوف الـ OTP ده بيتم ازاي. خلاص؟ تمام. فانا هدخل على حسابي كده من هنا، هقول له لوجن، اقول له لو سمحت انا عاوز ادخل على الحساب بتاعي. زي ما حضرتك بتدخل على حسابك وحضرتك بتدخلي على حسابك واي حد عنده، مش شرط على فكره بنك، يعني خلينا نقول جيميل او فيسبوك او اي شيء، تمام؟ بس بشرط تكون انت مفعل خاصيه التحقق بخطوتين. طيب
قال لي ادخل بيانات حسابك. طيب يعني ادي اليوزر نيم بتاعي، هو هنا دلوقتي بيسالني انت مين، فقلت له والله انا اليوزر بتاعي ادي انا اهو. فقال لي طيب الباسورد بتاعتك ايه، هبدا ادخل له الباسورد بتاعتي. ادي كده ايه وسيله التحقق الاولى، ان انا ادخل له الباسورد خلاص، وهقول له لو سمحت انا عاوز الوجين او عاوز ادخل يعني. تمام، هيبدا يتحقق من معلوماتي اللي انا دخلتها صح ولا غلط. شايفين هنا بيقول لي بقى هنا جات لي وسيله تانيه للتحقق اللي هي ايه يا شباب؟ OTP اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. قال لي انتر ذا وان تايم باسورد، لو سمحت دخل الباسورد اللي جات لك لمره واحده اللي هو الكود بتاعك، صح كده؟ ولو سمعنا كده ان جاتني مسج او جاني SMS فيها الكود، بمجرد ما ادخل الكود هنا واقول له خلاص شكرا كده، ايه انا قدرت ادخل من خلال التحقق بخطوتين. طيب هل لو انا بقى لا املك الاو تي بي دي هقدر ادخل؟ لا. طيب لو انا حصلت بطريقة ما على باسوردك او باسوردك او باسورد سيب من الناس وقدرت، وعاوز بقى اروح للحسابات البنكيه بقى احول بقى فلوس لحسابي واعمل واشتري وبيع وكده من غير ما يكون معايا الوسيله الثانيه اللي هي الاس ام اس اللي هتجيني على الموبايل بتاعي او على السمارت فون الخاص بيا، هل هقدر يعني حتى بعد ما قدرت ان انا اخترق حسابك بالحصول على الباسورد انا مش هقدر ان انا اعمل اي حاجه، لاني استطعت فعليا احصل على وسيله واحده من وسائل التحقق، بينما الحصول على الخدمه دي يتطلب وسيلتين من وسائل التحقق. خلاص شباب البروتوكول ده اتفهم، خدناه بشكل بسيط وشكل عملي، اعتقد ان كلنا بنستخدمه. لابد ان تقوم بتفعيل التحقق بخطوتين على كافه المواقع اللي انت بتتعامل معاها، سواء مواقع تواصل اجتماعي او حتى الخدمات اللي هي الواتساب والانستجرام والحاجات دي كلها، لازم تقوم بتفعيل الخدمه ديت لانها اعلى مستوى من الامان، وبكده تكون حميت امانه يعني حميت حساباتك بشكل امن. تمام كده شباب؟ تمام. طيب يا شباب علشان نقيس مدى معرفتنا في الخطوات اللي فاتت، سؤال الفيديو ده، ما هو الفرق بين بروتوكول الباب والاس باب؟ سؤال مرة أخرى، ما هو الفرق بين التحقق باستخدام بروتوكول الباب والتحقق باستخدام بروتوكول الاس باب؟ هنا بنأكد يا شباب إن الأسئلة اللي بنسألها ديت غير إنها بتقيس مدى المعرفة أو مدى التفاعل مع الكورس، هي يعني بنقيس بيها إحنا هنستمر في الكورس بطريقتنا ديت ولا هنقف أو هنغير الطريقة، لأنه من غير المعقول إنه فيديو مثلا يبقى عليه 1000 مشاهدة أو 1000 وشوية، ولما نسأل سؤال للأسف نلقى 4 أو 5 ماكسيمم اللي مجاوبين، يعني تقريبا أقل من نص في المية، وده طبعا مؤشر بيكون سلبي. وهنا بحب أشكر كل من يتفاعل معانا بردود على الأسئلة اللي احنا بنقيس بها مدى المعرفة، بحب أشكر على وجه الخصوص الأخ محمد العتيبي والأخ كريم الغمري، هم أكتر ناس أو أسرع ناس جاوبوا علينا في الفيديو رقم 5 اللي فات. أتمنى من الجميع إن شاء الله تحقيق أكبر استفادة من المعلومات اللي ترد في الفيديوهات بتاعتنا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.